مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بكم في تصحيح التمرين رقم 5 من الامتحان الوطني الموحد باك 2012 الدورة الاستدراكية شعبة العلوم التجريبية. إذا التمرين المرتبط متعلق بالدالة العددية. إذا التمرين يتكون من جزء واحد فقط. إذا في العادة كيكون التمرين ديال الدول بالنسبة للامتحانات الوطنية مكون من جزئين، إذا هذا مكون فقط من جزء، وكذلك لدينا أسئلة التكامل. إذا نعتبر الدالة العددية F، لدينا دالة عددية C منحنى الدالة. السؤال واحد بين أن F ديال ناقص X كتساوي لنا ناقص F ديال X. إذا غير غتشوف العلاقة خصك تذكر الدالة الفردية. باش نبين بأن هذه الدالة الفردية خصني نلقى f ناقص x كتساوي لنا ناقص f ديال x. إذا واحد، إذا ليكن x عنصرا من R. إذا كنحسبو f ديال ناقص x، كنعوضو x بناقص x. إذا ناقص x زائد الإكسبونونسيال، إذا ناقص x ناقص واحد على الإكسبونونسيال ديال ناقص x ناقص أو زائد واحد. إذا فيما ناقص x نعودها ناقص x. إذا دابا خصنا نبسط هاد الكتابة ونلقاها كتساوي لنا ناقص f ديال x. إذا ناقص x، إذا كنعملو هنا باش كنعملو بناقص بالإكسبونونسيال ديال ناقص x. إذا كيبقى لي واحد ناقص واحد على الإكسبونونسيال ديال ناقص x. كذلك نعمل في المقام واحد زائد واحد على الإكسبونونسيال ديال ناقص x. إذا كنختصر له الإكسبونونسيال، كيبقى لنا ناقص x زائد او ديال ناقص x كتساوي لنا واحد على او x، او ديال واحد على ناقص x الى طلعناها الفوق غتولي او ديال ناقص ناقص x او او ديال x. اذا هذا التعبير بعد الاختزال بطبيعه الحال بالاكسبونونسيال كيبقى لي واحد ناقص او x على واحد زائد او x. اذا من بعد غادي نعملو بناقص واحد في المقام هنا او في البسط. إذا إلا عملت بناقص واحد شنو كيولي؟ كيبقى لي ناقص واحد زائد أو إكس. إذا نكتب أنا الإكسبونسيال هي الأولى، إذا أو إكس ناقص واحد على أو إكس زائد واحد. إذا هاد ناقص كنهبطها لهنا، إذا ناقص مع الزائد كتولي ناقص. إذا ناقص أو إكس ناقص واحد على او اكس زائد واحد. دابا غادي نعملو بناقص واحد. اذا كيبقى لي هنا اكس، والحد الثاني تيبقى لنا فيه الاكسبونونسيال ديال او اكس ناقص واحد على او اكس زائد واحد. وهذا التعبير هذا هو التعبير ديال اف دو اكس. اذا اف ديال ناقص اكس كتساوي ناقص اف ديال اكس. إذا مهما يكون x كتنتمي ل R، f ديال ناقص x يساوي f ديال ناقص f ديال x. واستنتج أنه مرض تماثل للمنحنى. إذا منين كتكون حنا عندنا دالة فردية، فهذا كيعني بأن التمثيل المبيني ديالها كيكون متماثل بالنسبة لأصل المعلم. إذا وهذا يعني أن F لا فردية. إذا هذه العلاقة هذه كتعني بأن F دالة فردية وتمثيلها مبياني متماثل بالنسبة للنقطة أصل
المعلم. الآن السؤال الثاني، تحقق من أن f x كتساوي x زائد واحد ناقص جوج على الإكسبونسيال ديال x زائد واحد. الأسئلة ديال التحقق، إما غنطلق من الطرف الأول لقى الطرف الثاني، أو لا نطلق من الطرف الثاني ولقى الطرف الأول. إذا حنا غنطلقوا من الطرف الأول ولقاو الثاني، إذا ليكون x عنصرا من R، f ديال x كتساوي x زائد الإكسبونسي ديال x ناقص واحد على او x زائد واحد. إذا x، إذا شنو غادي نديرو هنا؟ غادي نضيف واحد ونقصو واحد. إذا ضفنا واحد ونقصنا واحد على او x زائد واحد. إذا ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص جوج. إذا مباشرة نكتبو ناقص جوج. إذا x زائد، إذا باش دابا غادي نفرقو هاد البسط على المقام. إذا او x زائد واحد على او x زائد واحد ناقص جوج على او x زائد واحد. كنختزلو هنا، كيبقى لي واحد ناقص جوج على او x زائد واحد. طبيعة الحال ممكن نتوما تطرقو مثلا من هنا وتوحد المقامات وتبسط وتلقى الكتابة. إذن مهما يكون x كينتمي ل R، f دو x كتساوي x زائد واحد ناقص جوج على او x زائد واحد. الآن دابا السؤال الموالي، بين أن f بريم دو x كتساوي لنا واحد زائد جوج ليكسبونسي ديال x على ليكسبونسي ديال x زائد واحد أو كاري. تحقق أن، إذا خصنا نحسبو الدالة المشتقة ثلاثة ألف. إذا لدينا f قابلة للإشتقاق على R، لأنها عبارة عن مجموع وخارج دوال قابلة للإشتقاق. إذا ليكن x كينتمي لR، إذا دابا غنحسبو الدالة على مشتقة وغادي نستعملو آخر تعبير. إذا x زائد واحد زائد أو ناقص جوج على أو x زائد واحد. إذا مجموع دالتين، إذا الإشتقاق ديال x زائد واحد أو الإشتقاق ديال x هو واحد، زائد الإشتقاق ديال واحد هو صفر، زائد الإشتقاق ديال التعبير، إذا ناقص جوج على أو x زائد واحد. إذا حنا عندنا جوج واحد دال جوج f، الإشتقاق ديالها ولا ك f بشكل عام هو ك f بريم. إذا يمكن نخرج جوج وندير واحد، إذا هنا عندنا ناقص، إذا ناقص جوج مضروبة فاش في الإشتقاق واحد على أو x زائد واحد. الإشتقاق ديال واحد على f هو ناقص f بريم على f كاري، f بريم على f كاري. إذا واحد ناقص جوج، إذا مضروبة فاش في ناقص f بريم اللي هو او x زائد واحد بريم على او x زائد واحد الكل او كار. إذن f بريم دو x، إذن واحد ناقص، هنا عندنا ناقص مع الناقص كتولي زائد، إذن زائد جوج، الإشتقاق ديال او x إذن هو او x، والإشتقاق ديال واحد هو صفر، هو صفر. إذن او x على من؟ على او x زائد واحد الكل او كار. إذن هذه هي النتيجة المطلوبة، يعني مهما يكون x كتساوي ل R، f بريم دو x كتساوي لنا واحد زائد جوج ليكسبونونسيال ديال x على او x زائد واحد
وكر، وتحقق أن اف بريم دو صفر كتساوي لنا 3/2. إذا اف بريم ديال صفر كنعوضو في الدالة المشتقة، إذا هي 1 + 2 ليكسبونونسيال ديال صفر على ليكسبونونسيال ديال صفر زائد 1 وكاري. إذا 1 + 2 ليكسبونونسيال ديال صفر هي 1، إذا 2 على 1 + 1 وكاري، إذا هي 2 وكاري يعني هي 4. إذا 2 على 4 هي 1/2. كنوحدو المقامات، إذا كيعطينا 3/2. سؤال 3 ب بين أن الدالة إف تزايدية على آر. إذا 3 ب يعني غادي نرسو إشارة الدالة إف بريم. إذا لدينا مهما يكون إكس كتنتمي لآر، إف بريم دو إكس كتساوي لنا 1 + 2 ليكسبونسي ديال إكس على أو إكس زائد 1 وكاري. إذا لدينا 2 أو إكس دائما أكبر قطعا من الصفر، كذلك أو إكس زائد 1 راه دائما عدد موجب، إذا 1 عدد موجب، إذا إف بريم أكبر من الصفر مهما يكون إكس كينتمي لآر، وبالتالي إذا إف دالة تزايد على آر. السؤال الموالي بين أن إكري كتساوي لنا 3/2 إكس هي معادلة ديكارسية للمماس التي في مماس المحاسي في النقطة. إذا 3 ج معادلة المماس تي للمنحنى سي في النقطة أو تكتب على شكل، إذا معادلة المماس كتكتب على الشكل إيكغيك كتساوي لنا إف بريم ديال الأفصول، يعني إلا كانت عندنا المعادلة مثلا في إكس زيرو كنكون إف بريم ديال إكس زيرو، إذا حنا أفصول أو هي صفر، إذا إف بريم ديال صفر إكس ناقص صفر زائد إف ديال صفر، إذا إيكغيك كتساوي لنا إف بريم ديال صفر هي 3/2 حسب السؤال السابق عامل إكس إف ديال صفر. إذا إف ديال صفر إلى عوضنا فغادي نلقى، إذا إف ديال صفر، إذا عند التعويض في الدالة فغيجينا صفر زائد ليكسبونونسيال ديال صفر ناقص 1 على ليكسبونسي ديال صفر زائد 1، إذا صفر زائد ليكسبونسي ديال صفر هي 1 - 1 على 2، 1 - 1، إذا هادشي كامل كيعطينا صفر، يعني إف ديال صفر هي صفر، إذا هذه هي المعادلة، معادلة المماس دي في النقطة 0 0. سؤال 4 ألف بين أن الليميت ديال إف لانفيني كيساوي بلوس لانفيني. إذا 4 ألف لا ليميت ديال إف بلوس لانفيني، إذا غنستعملو التعبير الثاني ديال إف ماشي التعبير اللي عطاوني في الأول. إذا لا ليميت ديال إكس زائد 1 ناقص 2 على أو إكس زائد 1، ممكن نستعمل التعبير الأول ولكن التعبير الثاني أسهل لإيجاد النهاية. إذا غادي نحسب النهاية ديال هاد الدالة ومن بعد هاد الدالة وندير النهاية ديال المجموع ديالو. إذا لدينا لا ليميت ديال أو إكس زائد 1 بلس أنفيني، إذا ليكسبونسي ديال بلس أنفيني هي بلس أنفيني زائد 1
بلوس لانفين. إذا لا ليميت ديال ناقص جوج على او اكس زائد واحد، إذا ناقص جوج على بلوس لانفيني كيعطيني صفر. إذا لدينا كذلك لدينا لا ليميت ديال لا ليميت ديال اكس زائد واحد في بلس انفيني كيساوي بلس انفيني. اذا لا ليميت ديال اف دو اكس بلس انفيني، اذا لا ليميت ديال هاد الدالة لقيتو بلس انفيني، ولا ليميت ديال التعبير لقيناه صفر. اذا لا ليميت ديال اف كيساوي لنا بلس لانفين. الان 4 ب احسب الليميت ديال اف لي اكس ناقص اكس زائد واحد. اذا اف لي اكس ناقص اكس زائد واحد، دائما كيبان لينا اكس زائد واحد، اذا غنستعمل هاد التعبير كذلك. اذا الليميت ديال اف لي اكس ناقص اكس زائد واحد هو الليميت ديال اكس زائد واحد ناقص جوج على او اكس زائد واحد ناقص اكس زائد واحد. اذا كتمشي اكس زائد واحد مع اكس زائد واحد، اذا كيبقى لنا لا ليميت ديال ناقص جوج على او اكس زائد واحد. اذا دي حسبناها في هذا الجزء هذا، ناقص جوج على الانفيني هي صفر. واستنتج أن الدي مقارب للسي بجوار بلس انفيني. إذا بما أن لا ليميت ديال اف دو اكس ناقص اكس زائد واحد كتساوي لنا صفر، فإن دي مقارب، ولا ندير هكذا، فإن إكري كتساوي لنا اكس واحد مقارب للسي بجوار بلس انفيني. سؤال 4 ج بين ان المنحنى السي يوجد تحت المستقيم دي، يعني غنبينو بان اف لي اكس اكبر او لا اصغر من اكريك، اي اصغر من اكس زائد واحد. اذا شنو غادي ندير؟ غنحسبو الفرق ونشوف داك الفرق واش موجب ولا سالب، الفرق ديال اف لي اكس ناقص اكريك. إذا 4 ج اف لي اكس، إذا ليكون اكس عنصر من ار، إذا اف لي اكس ناقص اكس زائد واحد. إذا هاد الفرق هذا شنو كيساوي؟ حنا حسبناه هنا كيساوي لنا ناقص جوج على او اكس زائد واحد. إذا هذا الفرق واش موجب ولا سالب؟ إذا راه بين سالب. إذا لدينا او اكس زائد واحد أكبر قطعا من صفر مهما يكون اكس كنساوي لآر، دونك هذا دائما عدد موجب، الإكسبونسيال دائما موجب قطعا، وزائد واحد إذا التعبير كله موجب قطعا. إذا إلا درت المقلوب، فبما أن العدد موجب فالمقلوب ديالو كيكون هذا، أي جوج على او اكس، أو لا إلا ضربنا دابا في ناقص جوج، إلا ضربنا في ناقص جوج الترتيب كيتبدل، لأن العدد ناقص جوج سالب، أي أن ناقص جوج على أو إكس زائد واحد كيولي أصغر من ناقص جوج في صفر، أي أصغر من صفر. وبالتالي إف لي إكس ناقص إكس زائد واحد أصغر من صفر. شنو كتعني هاد النتيجة؟ كتعني بأن سي يوجد تحت المستقيم دي، إذا سي يوجد تحت دي. الآن دابا غادي نديرو الإنشاء الهندسي. السؤال يقول أنشئ المستقيمين دي و دي والمنحنى سي، إذا نذكر بأن أو مركز تماثل سي. سي
السؤال الموالي، سؤال 5: أنشئ المستقيمين دي والدي والمنحنى سي. نذكر أن أو مماثل مركز تماثل سي. إذن أول حاجة كندير هي إنشاء واحد المعلم متعامد ممنظم. كنحتارمو السلم إلا عطاولنا، كنحتارموه. إلا عطاونا مثلا الوحدة 1 سنتيمتر، خصني ندير هنا 1 سنتيمتر. عطاونا 2 سنتيمتر، كنديرو 2 وعاد كندير 1. إذا من بعد كنشأو المستقيم الدي. إذا المستقيم الدي المعادلة ديالو إيكغي كتساوي إكس زائد 1. لإنشاء مستقيم يكفي أنني ناخد 2 ديال النقط. إذا كنعطي الإكس قيمة وكنلقى إيكغيك. نعطي الإكس مثلا 0، نعوض إكس بالزيرو، إذا إيكغيك تساوي 1. نعطي مثلا الإكس ناقص 1، إذا ناقص 1 زائد 1، إذا إيكغيك تساوي 0. إذا 0 1 وناقص 1 0. إذا هذا هو المستقيم دي. عندي كذلك المماس إيكغيك كتساوي 3 على 2 إكس. المماس في النقطة 0 0. إذا المماس يعني راه كيمر من النقطة 0 0. يكفي أنني ناخد نقطة أخرى بحال مثلا النقطة 1. إذا 3 على 2 في 1 هي 3 على 2. إذا 1 3 على 2 وكتجي هنا. إذا هو هذا المماس. هذا المماس مكنرسمش المستقيم كامل، كنرسم فقط جزء من المستقيم اللي كاين حدا النقطة، اللي الجزء المستقيم اللي كاين في النقطة 0 0. إذا فقط هذا الجزء هذا هو اللي كنرسمو، لأنه هو اللي كنحتاجوه في التمثيل المبياني. من بعد ضروري خصو يكون عندي جدول التغيرات محطوط حدايا باش يمكن ننشأ التمثيل المبياني. إذا في جدول التغيرات حنا فقط درسنا الدالة اف على هذا المجال هذا. إذا حسبنا النهاية في بيوس انفيني وعندنا اف 0 كيساوي 0. إذا كذلك ما نساوش السي متماثل بالنسبة لي او. إذا كنرسمو بعد هذا الجزء هذا، إذا عندنا الدالة تزايدية من هذه النقطة هذه. هنا عندنا مماس، وهنا شنو كاين؟ هنا السي اف يقبل مقارب، إذا السي اف كيكون مقارب للمستقيم دي. إذا هذا هو الجزء على 0 بلس انفين. حنا قلنا السي متماثل بالنسبة للصفر، يعني كندير المماثل هذا يعني التماثل المركزي. إذا يكون هنا يعني هذا المنحنى غيخترق المماس. إذا غيكون هاد الشكل هذا. المنحنى سي اف ولا المنحنى السي.